مرحبا جدي، اسمح لي. أهلين ابني. أهلين فيك عمي. يطول عمرك. أهلين. تفضل عمي، شرف. مرحبا جدي. أهلا بنتي. أهلا. خبرني، كيف كانت رحلتك؟ الرحلة كانت كتير منيحة، وبالمناسبة أنا مبسوط كتير لأني ما تعبت على الطريق بهالسفرة، ما حدا ضايقني، الكل عاملني بطريقة حلوة كتير. بس انت فيك تقلي ليش بدكن تقلعوا مرت برين برات هذا القصر يا ابني؟ انا عم بسألك يا ساتش وانت لازم تجاوبني، ليش بدكن تقلعوا مرت برين برات هذا القصر؟ فيك تجاوبني هلأ يا ابني؟ بظن انه برين ما نواثق بكلامي هاي المرة، بس اذا ضل واقف جنبي ما حدا غيره رح يكون بصفي. بريم هلأ رح يكون هو أملي الوحيد. أنت ما بتختلف عنهم بشي. لما أجيت لعندي وطلبت مساعدتي لحتى بونام تكمل حياتها، وأكيد بتتذكر بوقتها شو طلبت مني. طلبت مني إني مثل دور مرتك، وهذا الشي ساعد لبونام ونفذت كلامك. هلأ بونام ولكان صاروا مقربين، وانت معادك بصفي. هذا هو قدري، خلقت لحتى الناس تستغلني وانت مثلهم كلهم. عمي، هي هي مرته للاكان. ايه، اسمها بونا أربي. أعطي هدول للخدم، يطول بعمرك. انبسطت بمعرفتكم. بما أني رجعت على مدينتي بجوسراي طبعاً، وبعد فترة طويلة وغيبة كبيرة عن هالمدينة الحلوة، حاسس أنه في شيء تغير هون، وهذا ما لازم كان يتغير. وهلأ أنا رح صلحه بإيدي هدول. هلا رح بلش مع بريم او مع بنديا. روح جيب لي اياهم لهون بسرعه. ما فيني بارك شخص اذا كان كذاب او عديم الامانه ابدا، بس ببارك للشخص الصادق والوفي. ما فيني اتعامل الا مع الشخص اللي راسه مرفوع وكله ثقه. عندك اثبات على زواجك؟ انت لازم تصدق اللي عم اقوله. المجتمع كله عم يطلب منك اي دليل بيثبت زواجك. هاد معك اياه، هاتو. تعرفي شو عواقب انك تكوني مو صادقة بعيلة ثاكور؟ انت وحدة كذابة ومحتالة. هي انا عم بحكي قدام كل واحد بهالعيلة،
انت مكانك مو معنا بهالبيت وما بحق لك تكوني من عيلتي انا، انت ما بتستاهلي احترامنا، فهمتي؟ من بعد اذنك بدك تسمح لي يا جدي. اسف اذا عم كون وقح، بس ما بصير تحكي هيك مع اي مرة. يعني انت بتروح بتجيب مرة ما بيربطك فيها اي رابط وبتجي لعنا وتقلنا انه هاي مرتي؟ بتشوف انه هذا الشيء مقبول عنا وما نوقاحة؟ بس تذكر هذا قصر عيلة ساكور، وانت بتعرف منيح انه عنا ببيكو سراي ما في قانونين بيحكمونا، في عنا قانون واحد. يلا خذ طوق العرس منها بسرعة لشوف العار اللي صار على عيلتنا لما خدعتوها، لازم ينمسح فورا وبأسرع وقت ممكن. عم تفهم الكلام اللي عامل لك اياه؟ يلا اطلعوا فورا من هالقصر، ما عاد بدي اشوف وشها هون. يلا اطلعوا فورا من هالقصر. انتوا اللي بدكن اياه هو اثبات الزواج مو هيك؟ رح اعطيكن الدليل. أنا بريم فولان ثاكور، وقدام الكل هون، وقدام كل الدنيا بوعدها. بوعدها انه تكون سعيدة معي واني ما زعلها بكل باقي حياتي اللي بدها تعيشها معي، واني حقق لها كل متطلباتها وما خيب ظنها، ومن هي اللحظة رح نكمل سوا وما رح يفرقنا غير الموت. لازم تحترموها لأنه هي بتكون مرتي. وهلأ يا جدي، بتمنى تبارك لنا بهذا الزواج وتتمنى لنا أنه هذا الارتباط اللي بيناتنا يكون كله خير علينا، وتكون حياتنا كلها نعيم وسلام. بونام تاكور، اليوم انت كنتي ناوية تزليني وتطلعيني من هذا القصر، بس هلأ بلش العد التنازلي لدورك. بأسبوعين، بأسبوعين بدي طلعك برات هذا القصر الكبير،
وهذا وعد مني. أنا بنت يابريم ثاكور، وبتشوفي. ابن حماي؟ بتصدق فكرتك رح ترد إذا أنا ناديت لك، بس أنت تجاهلتني. هلأ لازم تعرف إنه أنا صرت جزء من هاي العائلة الكبيرة، وبريم أثبت هذا الشيء قدامكم كلكم. شو يعني؟ أعطيني مباركتك. بارك زواجي لحتى أرتاح. وليش أنا؟ لأنه في حدا بهي العائلة حابب إنه ينهي الارتباط يلي بيني وبين زوجي، وبده يخلق لي مشاكل كبيرة ويحاول يفرق بيناتنا، وهالشخص مفكر إنه زوجي ملكه. وإذا أنا قدرت أخذ مباركتك رح أقدر أتصرف مع هذا الشخص وخليه بعد عن زوجي. وهلأ طالما متفقين أنا وزوجي مع بعضنا، فهذا بيعني إنه زواجنا بخير. ومشان حياتنا كعائلة أنا بحاجة مباركتك. يلا ابن حماي. كتير منيح يا بنتي، شو هالخطوة القوية؟ عملتي شغلة حلوة وقدرتي تستعطفي ابني، وهالشي رح يخلي كنتي بهنام جن، صح؟ ما عم بعرف مين بدي صدق، صدق اللي عم شوفه ولا صدق الماضي. معقولة هالقصة؟ بريم وبنديا عن جد متزوجين؟ معقول كلام بنديا مزبوط؟ لكان ثاكور، أنا بدي أحكي معك. بأي حديث بدك تحكيه لازم يكون في شخصين موجودين على الأقل، وأنا رايح. اسمعني شوي، فهمت كل اللي صار بشكل غلط. لو سمحتي اشرحي لي الحقيقة. يلا اشرحي لي. اشرحي لي ليش بدك بريم وبنديا عن جد ينفصلوا عن بعضهم؟ ليش؟ شو صار؟ خجلاني شي؟ خليني أنا اشرح لك الموضوع. انت بدك بريم وبنديا عن جد ينفصلوا عن بعضهم، مزبوط الكلام اللي عم قوله؟ لانه بدك بريم يضل الك كل العمر اللي باقي. هلا انت هيك مفكر؟ اذا هذا هو كلامك اللي انت مقتنع فيه واللي بدك تقلي اياه، اسمح لي اقول لك انه رايك غلط. ما بيهمني كم مره بدي اشرح لك فيها، لانك رح تفهمها مثل ما بدك. انا قلت لك ما بدي اتناقش بالموضوع ابدا، بونام مصره انها تفضحني وتفضح زواجي المزيف. اليوم هي زلتني قدام كل العيلة اللي بالقصر، بس شكلها نسيت إني أنا الممثلة المحترفة. رح حضر لمسرحية من هون للصبح، والجد يلي بارك له من قلبه رح يكون مجبور يطالع برات هذا البيت نهائياً. رح تشوفي يا أبو نام شو بدي أعمل، رح علمك درس ما تنسيه.
كوني متأكدة إني رح أقدر طالعك برات هذا القصر للأبد. أنت متضايق مني، بس حبك إلي هو اللي تغلب على زعلك وخيبة أملك اللي كانوا بسببي أنا. مو بس هيك، عن قريب كتير رح تصير تصدقني يا لكان. والشكل اللي عندك رح ينتهي. شوفي، ما عم تقدري تنامي؟ ليش؟ عم فكر بشغلة. بشو بقى؟ ليش وقفت معي؟ ضد كبير العيلة، احكي لي. انت ليش عم تحميني؟ هذا هو السبب؟ انسي الموضوع، يلا روحي نامي. لا، بترجاك بترجاك تقلي، بدي اعرف ليش هيك عملت معي. ماشي، إذا هذا الشي بيريحك رح أقلك أنا حميتك، لأنه قناعتي هي إنه جدي ما له أي حق يعاملك بمثل هاي الطريقة بالمرة، وأنت مثلتي إنك مرتي لأنه أنا طلبت منك، وهي المشكلة أنا تسببت لك فيها ومن واجبي إني أمنعه يعمل هيك. وليش تزوجتني؟ يلا قلي، ليش خليتنا نعمل مراسم الزواج؟ ما كان له داعي هالشي. لو سمحت خبرني، ليش هيك عملت من دون ما تعرف حتى مين بتكون عيلتي؟ ما أنت بتعرف إنه كل العالم ما بيحترموني ولا بيعاملوني بطريقة منيحة.
وانت بتعرف السبب اكيد. زهرة اللوتس بتفتح بالطين. بس رغم هيك هي الزهرة بتتقدم للناس المهمين. ليش ما يكون عندك حق بأنه يكون إليك عائلة؟ بنديا، أنا تعلمت من تجربتي وصار عندي خبرة. ما فينا نحكم على الأشخاص ونقول هذا الشخص منيح وهذا الشخص ما نو منيح. الظروف هي يلي بتكون منيحة أو لا. وهلأ عرفتي شو هو الجواب؟ لهيك يلا عطيني وعد، ممنوع تحكي عن حالك. الكلام اللي قلتيه من شوي هو عبارة عن ماضي وبس، وأنا ما إلي أي دخل فيه. هلأ هو ما بيهمني أبدا، وكل اللي أنا بيهمني هو حاضرك ومستقبلك يلي أنا رح كون فيهن. أنا من تجربتي يلي خطة بهالحياة لحد هلأ تعلمت أني ما أوثق بحدا، ما أخذت لها الزواج بشكل جدي. بس أنت هلأ أعطيتني فرصة جديدة وخليت بنتي القديمة تموت وتنتهي. أنا من هاللحظة ملكك، طلب مني شو ما بدك وأنا رح نفذ. اسمعيني بنديا، أنا ما بدي منك شيء. من واجب الزوج إنه يحب زوجته، بس أنا صدقيني ما فيني أحبك. أنا مستحيل كون إليك بنديا. هذا القلب بيحب إنسانة واحدة، ومن المستحيل إنه يقدر يحب إنسانة غيرها. أنا بتمنى إنك تقدري تسامحيني بنديا. كيف أنا هيك نسيت بهالسرعة؟ طالما إنه أبو نام جزء من حياتنا ما رح أقدر أكون سعيدة. صحيح بريم تزوجني، بس ما فيني أخليه يحبني، وهالشي بسبب بونا. وكل ما حس حالي قربت لأحصل على اللي بدي اياه برجع بخسر كل شي. أنا اكتفيت منها. شو هالبنت هي؟ لازم أخلص من بونا، ولازم طلع من حياته لزوجي ومن هالقصر كمان، ولازم خليها تختفي من حياتنا للأبد. شبك لكان؟ قلي قلي كيف انجرحت؟ خليني داوي لك الجرح. انت مانك مضطرة تعملي لي شيء. انا قلت لك انه انت مانك مضطرة تعملي لي شيء. ليش عم تصعب الموضوع؟ يعني عندك مشكلة إذا ساعدتك، بس أنت معلش تساعدني؟ وإذا كنت بدك تبعدني عنك ليش حملتني وفوتتني لجوا لكان؟ ليش ليكون ارتباط من جهة واحدة؟ أنت عملت اللي بدك إياه وهلأ بدي أعمل اللي بدي إياه. خليني لفلك رجلك بالشاش. دولت، أنا طالعة من البيت، شوفك بالحارة الثانية بعد 5 دقايق. تعال بسرعة، في شي لازم قلك يا. عم تسمعني دولت؟ مرحبا حفيدتي. لوين رايحة من الصبح بكير ها؟ أنا من لما إجيت اكتشفت إنه ما في حدا فيكم بهالبيت متقيد بالمبادئ والقيم. ماشي
وهلا فيك تخبريني وين رايحه يا حفيدتي الحلوه من وش الصبح، لانه لسه بكير كتير. ومع مين كنتي عم تحكي بالموبايل؟ ها رفيقتي دقت لي على الموبايل، هي معي بالكليه. انا مصدقك. مبسوط انه عندي حفيدي عم بتروح على الكليه، بس قولي لي شو بيعملوا الناس بالكليه؟ بيدرسوا كتير ولا لا؟ وحفيدتي شو بدها تصير، مهندسه او دكتوره؟ بنات عيلة ثاكور ما بيروحوا على الكليه ابدا. البنات عنا بس بيهتموا بامور البيت، طبخ واولاد وتنظيف. بس بهالبيت شكله مختلف شوي. انا برايي انك تقعدي هون بالبيت وما تروحي على الجامعه. جدي ما رح يخليني روح. شو بدي اقول لدولت؟ رح ينزعج مره تانيه. بس بابا هو اللي قال لي روح على الكليه. وبدي اسالك، ما قال لك فولان ثاكور انه في كتير شغلات بالبيت ضروري انك تتعلميها؟ وبالكليه تبعك ممكن يعلموكن المبادئ العظيمه والقيام، بيعلموكي كيف تهتمي بهذا البيت وكيف تحترمي اللي اكبر منك مثلي، وشلون تتعلمي الطبخ وشلون تنظفي البيت، وكمان هنيك بيعلموكي شلون تساوي الاكل الطيب، وهي اصعب شغله على المراه. شلون ابوكي ما خبرك عن هدول الامور المهمه؟ بنتي خلاص ما بدي اعيد الاوامر مره تانية. يلا ارجعي. مين سمح لحاله يفيقني؟ أنا يا حبيبي بكون عمو لأبوك. عندك مشكلة؟ جدي صباح الخير. وإمتى بيقولوا صباح الخير؟ ها؟ معقول يقولوها بنص النهار؟ هاي بيقولوها لما بيصيح الديك وأول ما بتطلع الشمس. بس فيك تقلي ليش بعدك نايم لهذا الوقت؟ يلا لشوفه بسرعة، خليه يروح يتمرن وخليه يعيد التمرين أكثر من مرة. ها؟ بدي إياه ينام ويحلم فيه. عم تفهموا الحكي اللي عم قلكن إياه؟ إذا ما خليتوه يساوي اللي قلته بخليكن أنتوا الاثنين تعملوه. أنا ما بحب عيد كلامي، وخاصة قلكن الاثنين. شو هالجيل هاد؟ يضل نايم لي لنص النهار. بتمنى يكون هاليوم سعيد. حبيبتي انتي شو عم تعملي؟ شو كأنك حابه تغيري جو؟ بلا صوت. عمي ما بيحب نحكي او نضحك بصوت عالي. تعاقب راج كومار اليوم الصبح بكير. شو؟ لأنه تأخر بالنوم، مشان هيك استعجلت ورحت على غرفتك لفيقه، بس ما لقيتك هنيك. وين كنتي؟ رحت لجيب هي. شوفي هالعشبة. شو هالحكي؟ رحتي عالسوق مشان عشبة صغيرة؟ معقول؟ مو معقول، مستحيل تقدري تفكري بالطريقة اللي بفكر فيها. صح؟ هذا دواء تطلعي لك. شو صايل لك، مريضة أو هاي شي خطة؟ أنا ما جبته مشاني، هذا جبته مشان كنتك الحلوة. فكري بالموضوع، إذا الجد قدر يعاقب راج كومار لأنه بينام لساعات طويلة باليوم، قلتك شو رح يعمل إذا كنتكن الجديدة قاعدة تتخبس بالحكي وفقدت وعيها؟ متخيلة قديش رح يكون الموقف محرج؟ وقديش رح ننبسط ونحن عم نشوفها عم تتبهدل؟ وبعدين أنت رح توقعي من فوق التخت وتكتشفي إنه هذا كان حلم، وبعدين بتحسي بحالك صحيتي وحلم صعب تحققيه. كنتي بونام ما رح ترضى تاخد من هذا الدواء. أنا ما عم امدحها، بس أنا عم قلك الحقيقة، بدي إياك تبطلي هالشغلات، لأنه هي ما رح تعمل هيك. هي ما رح تعمل هيك، بس أنا بدي خليها، وهذا هو اللي أنا عم خطط له. بدي خليها تاخد من هذا الدواء اللي شايفتيه هلأ. بارح زلتني قدام الكل، واليوم صار دوري لحتى زلة. فهمتي الهدف يلي بدي أوصل له؟
مهاديف مهاديف المحترم والمهذب. بنتي مثل ما أنا فهمت أهلك علموك المبادئ، أنت مختلفة كثير عن باقي الكناية، وأنا متأكد من أنك أنت راح تكوني أحسن منهم كلياتهم وتكوني مثال، وبتواضعك خليتي ابن عائلتنا يحبك. قصدي بتعاملك المنيح خليتي جوزك وبيت عمك يحبوكي، ومو كل النسوان بيحبوها بيت حماها، بس انتي اثبتتي انك مميزة ان كان بتنظيف البيت ولا بتحضير الاكل تبعك، والحقيقة طبخك ما في اطيب منه، لهيك انا بفتخر فيكي. معك حق باللي عم تقوله، انا ما بعتبر بيت زوجي ملكي الي انا، لانه انا بعرف انه هذا بيتي انا من زمان، وأنا هون لحتى أسترجعه. بس أنت هلأ معك حق، لما حكيت عن بونام إنها رح تكون مثال، مظبوط رح تكون مثال عن الشخص يلي بلا مبادئ. تفضلي. وقفي بنتي. شوفي ريكا، ليش عم بتصرخي؟ أكلتي فليفلة حدة؟ إيه، أنا أكلت فليفلة حدة كتير. خدي اشربي مي طيب. إيه أنا كنت عم نادي مشان تعطوني مي، أعطيني. هاي مي شربيني. تفضلي. بنديا وقعت بالفخ اللي عملت ليها، خلينا نشوف شو اللي رح يصير لما هي تاكل. بنديا ما فهمت أبداً عإشارتي لك، حتى هي ما عم تطلع فيني، ما في غير عم تاكل. هن حطوا لها صحن قدامها، أنا شو بدي أعمل؟ كيف بدي أمنعها تاكل من صحن بونا؟ إذا خلصت كل الأكل اللي قدامها رح تكون هي الشخص اللي رح يطلع من البيت. ريكا، في شي مشكلة؟ شو مو عاجبك الفطور اللي عملته بونا؟ ليش ما عم تاكلي؟ لا، ليش ليكون في مشكلة؟ كنتي كتير شاطرة بالطبخ. عن جد كتير طيب، صحة وهنا للكل. اكلي. حاضر. أنا هلأ انجبرت إني آكل معهم كلهم، وما عاد فيني أعمل أي شي غير إني آكل مثلهم تماماً، وهلأ أكيد رح تبلش تتصرف بغرابة بعد ما تاكل صحنها. بتمنى إنها توقف. شو هاليوم البشع اللي عم نمرق فيه؟ بتمنى يصير شي أعجوبة لا تخلي العشبة ما تأثر عليها، هي جنة على الخالص. ما رح توقف أبدا، أنا ما بعرف شو بدي ساوي، حدا يساعدني. لا أبدا، ما رح أقدر أتركها لحالها ولا لحظة بلا صوت.
لك بلا صوت. خلاص اسكتي. خلاص عدي واسكتي. خلاص عدي اسكتي، ما عاد تحكي. خلاص لك بكفي، ما عاد تحكي. لك اسكتي، ما عاد تحكي ولا كلمه. شو عم تعملي؟ ليش انا؟ شو فيني؟ روحي اطلعي عليها. شو في يا جنة؟ شو عم تحكي هاي؟ هاد بس ببلش هيك؟ انتي لما تاخدي هاي العشبه بتبلشي تضحكي بشكل جنوني، بتحسي حالك مو مركزه، وبعدها بتضلي تعبانه كل اليوم، وهذا الشيء اللي عم يصير هلا وانتي مو حاسه على حالك ابدا. غريب، ما بعرف ليش عم تخبريني بهدول الشغلات، انا ما فيني اي شيء. اسكتي يا سخيفه، انتي اكلتي من الصحن يلي كان فيه العشبه وما حسيتي على حالك. حاولت اني اشر لك منشان حضرتك توقفي، بس ما انتبهتي، ما انتبهتي علي ابدا. ليكي اسمعيني، ما بتعرفيني قديش انا قويه. بتصدقي انه اذا قرصتني الحيه ما بيصير لي شيء وهي اللي بتتسمى؟ كيف هالدواء بده ياثر علي؟ لا تخافي، ما رح يصير لي اي شيء، خلصنا بقى، انا منيحه. اكلتي العشبه مزبوط؟ يلا جاوبيني، جاوبيني لشوف. يلا إذا وقفتي شوي عن الحكي فيني اشرح لك. اسمعيني لشوف. اللي شافته مايا بهي اللحظة مو يلي كنت أنا بدي ساويه تماماً، وبهاللحظة شفتها لمايا بالمطبخ وعرفت إنها رح تبدل صحني مع صحنة لبونام، ومشان هيك جيت حطيت منها بالصلصة. يعني الصحن يلي أخدته بونام كمان فيه من العشبة مثل صحني، وهي أكلت من الصحن يلي فيه العشبة، وأنا كمان كملت أكل صحني. يعني اثنيناتنا اكلنا نفس الشيء. هذا هو اللي كنت عم حاول اقول لك اياه، معناها انت عن جد اكله منها. هذا يعني انه بونام اكلت منها. صح. ما احلى الرقص تحت شجرات التوت. شجرات التوت تحت شجرات التوت. توت توت. ما أحلى الرقص تحت شجرات التوت. شجرات التوت. شجرات التوت. شو عم يصير هون؟ ليش هيك عم تساوي هاي؟ صاير معها شي يعني؟ ما أحلى الرقص تحت شجرات التوت. شجرات التوت. شجرات التوت. شجرات التوت. انتبهي. شو عم تعملي انتي؟ شبك انت؟ ليش فاتح عيونك هيك؟ شو عم تخوفني؟ وأنا كمان لازم أفتح عيوني مثلك. وخوفك؟ خايف؟ خفت صح؟ بونام؟ شباك شو عم تعملي؟ نزلي من على التخت يلا. لك شو صاير لك انتي؟ شفت؟ أنا أعلى منك أنت. أربي تعالي، شو صاير لك؟ ما بدك تقولي لي شو عاملة؟ يلا بونام احكي شو صاير، بدك تقولي ولا لا؟ بدك تقولي شو صاير؟
पकड़ के दो जुत्ता।